الحقيقة إن أول ما ليلى بنتي عدت السنتين وأنا اكتشفت إن أنا لازم أتعلم ومرن نفسي على تأليف ورواية الحكايات. ليلى بتحب الحكايات جداً. والحقيقة إن أنا أول ما عرفت إن أنا هدي تيدكس توك عن موضوع التراث العمراني اللي هو وقعه على كتير من مسامع الناس ممكن يكون كلمة صعبة شوية تقيلة بتدي تصور معين عن اللي هيتكلم في التوك ده، كنت حابب ان يكون في مدخل لطيف للموضوع، فقررت ان انا اضرب عصفورين بحجر واحد وان انا احكي لكم حكايه. بس على الله ما تناموش زي ليلى. حكايه بيت ورث صاحبه توفى وسابه لاولاده الخمسه. البيت كان من اقدم البيوت اللي في الشارع وناس كتير كانت بتشوفه اجملهم. المرحوم ورثه ابا عن جد، بحري وواسع وواخد ناصيه، وكمان معروف بالمحل الكبير اللي الوالد كان بيديره وكان لسه بيبيع لغايه دلوقتي فيه بضاعه صناعه يدويه مش موجوده في اي حته، زائد طبعا ان هو كان بيت العيله والمكان اللي بيجمع الكل في المناسبات. الاخوات قعدوا مع بعض علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي في الميراث اللي سابه لهم الوالد، وخصوصا يعني ان حالتهم الماديه ما كانتش متيسره، لكنهم ما اتفقوش. كساب كان شايف ان البيت لو اتهد وطلع مكانه عماره 20 دور ولا حتى باعوا الارض مباني لمقاول هيطلع لهم قرشين كويسين يساعدوهم في الظروف دي. اما اخته مفيده فكان رايها ان هم يستفيدوا من البيت باستخدامه كسكن ليهم ولاسرهم، وممكن كمان يبقى مكان شغل ليهم، بس بعد ما يعملوا طبعا فيه شويه تغييرات كده لزوم الظروف الجديده، يعني يزودوا دورين ثلاثه ويكسروا شويه حوائط ويوسعوا البيت علشان يكفيهم هم واولادهم. أما جمال فكان شايف إن هما لا يمكن يغيروا في الشكل المعماري الفريد للمبنى إلا في أضيق الحدود، وطبعاً بعد موافقته بغض النظر هو هيستخدم في إيه وهيتعمل ومين اللي هيستخدمه. أما ذكرى واللي كانت مرتبطة جداً بوالدها وكل ركن في البيت ليها فيه ذكريات معاه، فما كانتش عايزة تغير أي حاجة في البيت لأنه الحاجة الوحيدة الباقية من ريحة المرحوم والمكان اللي فيه كل ذكريات وحكايات الطفولة وتاريخ العيلة. ومن هنا ابتدى الخلاف. كساب ومفيدة شايفين إخواتهم بيفكروا برومانسية ومش حاسين بالواقع، وجمال وذكرى من ناحيتهم شايفين إخواتهم ماديين ونفعيين ومش مقدرين تركة الوالد. القعدة كانت هتقلب بخناقة لولا إن هم قرروا ياخدوا هدنة ويدوا لنفسهم فرصة تانية في قعدة تانية، خاصة إن هم كده كده لسه ما تمكنوش من البيت لأن المجلس الحسبي اللي بيدير أموال الورثة اللي لسه ما بلغوش سن الرشد دفاتره القديمة بتقول إن هم لسه أسر، وكمان لغايه ما اختهم حكمه اللي كانت مسافره تدرس ترجع. لما حكمه رجعت وسمعت من الكل وضحت لهم ببساطه ان سبب مواقفهم المختلفه على الرغم من ان مصلحتهم واحده هو ان كل واحد فيهم بيتصرف حسب هو شايف الورث ده ازاي، بيت للسكن الدائم ولا سلعه ممكن ان احنا نبيع ونشتري فيها فرصه اقتصاديه، وايه الحاجه اللي عليها القيمه من وجهه نظر كل واحد في البيت، سعره ولا موقعه ولا شكله ولا حاجة تانية. واللي كان بيشكل تصورات كل واحد فيهم عن الورث ده هو نفسه، قيمه، هو شايف ايه الأهم في حياته. حكمة أكدت لهم إن الاختلاف ده شيء طبيعي وبيحصل في أحسن العائلات، مفيش حد فيهم شرير والتاني طيب، كل واحد فيهم شايف المصلحة من وجهة نظر مختلفة. المشكلة إن هما مش متفاهمين وجهات نظر بعض وإن هما مش عارفين يديروا الخلاف اللي ما بينهم عن طريق المناقشة والتفاوض وتقديم بعض التنازلات علشان الدنيا تمشي ويتفقوا على تصرف سليم في الورث المشترك اللي ما بينهم ده. حكمة وضحت لهم إن القيمة هي الفكرة المحورية في الموضوع هنا، وإن تحديدهم بالظبط لإيه اللي عليه القيمة أو إيه الأقيم من وجهة نظر كل واحد هو ممكن يكون مفتاح التصرف المقبول اللي يحقق المصلحة المشتركة من غير ما يضر بالقيمة دي، ومن غير ما يكون الحل الوحيد هو يا إما نهده يا إما ما نلمسوش، ومن غير ما يكون حفاظهم على البيت ده سبب في إن ظروفهم المادية تتعثر أكتر، وإن أهم حاجة من كل ده وده إن هم يقدروا يواجهوا الموظفين الطماعين اللي كانوا شغالين عند الوالد واللي استغلوا فرصة خلافهم وعدم تمكينهم من البيت والمحل علشان يكسبوا من وراه في السريع، وبدأوا يسرقوا في الفرش وفي البضاعة ويخربوا في البيت واحدة واحدة لغاية لما هيبقى مش نافع لأي حاجة، لا سكن ولا استثمار
ولا حتى ذكره. الحقيقة إن للأسف هو ده الواقع اللي إحنا بنعيشه في مدينتنا، بيتنا اسكندرية. في الوقت الحالي بتعاني من إن قيمتها وشخصيتها ومدى مناسبتها لأن هي تكون مكان سكن جيد للناس عمالة بتهدر أو بتدمر بشكل تدريجي، وبالتالي كلنا حاسين بالمشكلة دي. تراث اسكندرية المعماري المتمثل في مباني، وتراث اسكندرية العمراني المتمثل مش بس في المباني، لا كمان في الشوارع وفي الساحات العامة وفي المناطق التاريخية اللي ليها قيمة، بالإضافة للأنشطة والذكريات والحكايات المرتبطة بالأماكن دي، بيتعرض لعملية ممنهجة من التدمير. واحدة واحدة إحنا بنفقد القيمة والشخصية الخاصة بالمدينة. التراث العمراني ده بشكل مبسط جداً زي بيت العيلة، هو ورث له قيمة، المجتمع شاف إن من مصلحته إن هو يحافظ عليه، وزي ما استلمه من أبه وجده يسلمه لابنه من غير ما يدمر القيمة اللي فيه. وهو ده مربط الفرس، فكرة القيمة. القيمة هي الفكرة المحورية في الموضوع. زي ما احنا متعودين ان احنا نسمع مصطلحات قد تبدو للبعض ان هي انشائية او نظرية، بس لو بسطناها بمثال ممكن ان احنا يقرب لنا الموضوع ده. يعني لو قلنا كلمة زي قيمة ثقافية، قيمة جمالية، قيمة رمزية، التراث بيحافظ على الهوية وكلام من ده. انا بشوف ان واحد من افضل الامثلة على ده فيلم رسائل البحر. في الفيلم ده في شخصية اسمها أبيل، الشخصية دي عندها مشكلة في المخ ولازم تعمل عملية، وقصاد ان هو هيعمل عملية عشان ينقذ حياته غالبا هيفقد الذاكرة تماما. فقعد في الفيلم يحاول يحفظ اللي حواليه كل تاريخه وذكرياته بالتفصيل علشان يسمعوها له تاني بعد ما يعمل العملية، لان هو ما كانش متصور ان هو ممكن يرجع الحارة ويقابل الناس وتسلم عليه ويتكلم معاهم وهو مش فاكر اي حاجة عنهم، لأن هو كان شايف إن ذاكرته هي هو، هي دي الهوية اللي بيقول مين أبيل، هو مجموعة الذكريات وتاريخه. من غيرها لو فقد الذاكرة هو هيفقد هويته. بتهيألي في ناس كتير مننا حتى حست بوجع كده لو مثلا في مكان كان بيمثلها ذكرى لطيفة، بيت الجدة، بيت الوالد القديم، المدرسة اللطيفة اللي احنا قضينا فيها وقت لطيف، لما تسمع او تشوف بنفسك ان هي بتتعرض لهدم او تغيير بيخليك تحس ان في حاجة اتدمرت ليها علاقة بوجدانك. المباني عامة احنا بنقدر نفهم كويس ان ليها قيمة اقتصادية ونفعية، بس في مقابل المباني العادية في مباني كمان بتحمل قيم اخرى اللي هي القيم الثقافية. المبنى ده ممكن تكون القيمة اللي فيه هي شكله الجميل أو النشاط الاجتماعي الحيوي اللي قدمه للمجتمع على مر سنين طويلة، أو إن وجوده في حد ذاته يعتبر مكان للدراسة لأن هو الوحيد الباقي من حقبة معينة. هو ده اللي هيعرفنا تاريخنا وهيخلينا نرجع نناقش بعض الحاجات ونكتب التاريخ تاني من جديد ونعدل فيه. وبالتالي القيمة هي المحور الأساسي في موضوع الحفاظ على التراث. أغلب المباني ممكن تكون بتحمل قيم مختلفة بدرجات مختلفة. مجموع القيم اللي بيحملها أي مبنى هو ده اللي بيحدد ما يطلق عليه الدلالة أو الأهمية أو معنى، المعنى اللي بيحمله المبنى ده اللي بيخلينا عايزين نحافظ عليه. طبعاً لو عرفنا الدلالة أو الأهمية أو المعنى بتاع المبنى هو ده اللي هيخلينا نحافظ على القيمة، مش شرط نحافظ على شكل المبنى. وده ممكن يخرجنا برا الثنائية بتاعت يتهدوا يا ما تلمسوش. وفي أمثلة كتيرة في دول مختلفة لطرق تعامل مع مباني ممكن نحنا نشوفها إن هي مستغربة بالنسبة لنا، تبقى راديكال جدا، جذرية جدا. ممكن لو قيمة المبنى في شكله أحافظ على شكله من غير تصميمه الداخلي. ممكن لو قيمة المبنى في النشاط اللي بيتم فيه ممكن احافظ على النشاط من غير ما احافظ على جسد المبنى. حتى جسد المبنى ممكن ان انا
أقسمه لأجزاء وأقيم كل جزء منها وأشوف إيه اللي ممكن إن هو يكون جدير بالحفاظ عليه وإيه اللي هو مش ممكن يكون جدير بالحفاظ عليه علشان الدنيا تمشي، علشان إحنا بنستخدم المباني دي ولسه بنستخدمها وهنستخدمها. وبالتالي لو حطينا العقدة في المنشار وقلنا لكل الناس كل المباني اللي تحمل قيمة تاريخية أو رمزية أو جمالية ما نلمسهاش ونحيطها بأسوار ونسيبها فقط علشان حد يجي يتفرج عليها فقط من غير استخدامها، ده ممكن يكون معطل لفكرة المصلحة وفكرة التنمية. مهم برضو إن إحنا نبقى واخدين بالنا من القيمة دي ممكن تختلف حسب السياق، وفي مثل مشهور جداً بيتضرب في الفكرة دي، لو خيرت حد بين جوهرة وبين كوباية مية فأغلب الأحوال الناس هتقول طبعاً كل الناس هتختار الجوهرة لأن هي الأقيم، ولكن لو كان السياق مختلف وكان إحنا بنتكلم عن واحد تايه في الصحراء ومش عارف هيوصل إمتى، كوباية المية الصغيرة دي هتبقى أقيم بمراحل من آلاف الجواهر. فبالتالي القيمة دي لازم تكون متجددة ويعاد فيها النظر، ما ينفعش تبقى كده حاجة نازلة مع المبنى أو المكان وما ينفعش إن إحنا نغير فيها تماماً. مثال آخر إن إحنا ممكن نقول إن لو في مجموعة من المباني تعرضت للهدم وما فاضلش في المنطقة دي أو في المدينة دي غير مبنى واحد فقط بيعبر عن الحقبة الزمنية دي، فجأة الفاليو بتاعة المبنى ده هترتفع جداً، على عكس لما كان هو مجرد مبنى من عشرات المباني اللي بتحمل هذه القيمة. وبالتالي أنا بشوف أو بفكر كده إن ممكن لو إحنا غيرنا شوية المصطلحات اللي إحنا بنطلقها على المباني اللي إحنا عايزين نحافظ عليها من إن هو مبنى قديم تراثي أثري جميل لمبنى قيم، يمكن لو غيرنا المصطلح ده شوية نبتدي تصورنا لفكرة الحفاظ على التراث العمراني تتغير. زائد إن إحنا محتاجين برضو نراجع النظر في فكرة مبنى. ليه؟ لأن التراث العمراني أكبر من مجرد مجموعة من المباني. التراث العمراني جواه مباني وشوارع ومناطق وساحات وأنشطة وذكريات وحكايات مرتبطة بالأماكن دي، ففي عناصر ملموسة وفي عناصر غير ملموسة في التراث العمراني، وممكن تكون العناصر غير الملموسة دي هي الأقيم في الحفاظ عليها من العناصر الملموسة. فمش بالشرط إن دايماً فكرة الحفاظ تبقى بتيجي في دماغنا إن هي ليها علاقة بشكل المبنى أو بشكل الأماكن. الحاجة اللي بتدي خصوصية كمان للتراث العمراني اللي هو مشتبك ومتداخل بشكل قوي جداً مع حياتنا، إحنا ما نقدرش نفصله غير بشكل نظري لما نيجي ندرسه أو نحط له بعض القواعد، إنما في الحقيقة إحنا بنستخدم المناطق التاريخية في المدينة وهنفضل نستخدمها. فلو ما فيش صيغة ملائمة لأن إحنا نفضل نستخدمها وفي نفس الوقت نحافظ على قيمتها أياً كانت القيمة دي فين، فدايماً هيبقى في مشكلة عند الناس مع فكرة الحفاظ على التراث العمراني. الاشتباك والتداخل ده ميزة أصلية في التراث العمراني بتخلي إدارته كمان أصعب بكتير من أنواع أخرى من التراث. قناعة توت عنخ آمون جزء من التراث الإنساني والمصري، لكنه في الآخر أوبجكت منقول، في الآخر أنا بحطه في فاترينة علشان الناس تروح تزور المتحف وتتفرج عليه، في كنترول عليه. حتى معبد زي معبد حتشبسوت هو في الآخر مكان أنا بروحه وبستخدمه بغرض الزيارة فقط، زيارة متحفية، إنما قلب المدينة ده مكان الناس بتعيش فيه وبالتالي لازم إن إحنا نتعامل معاه بطريقة معقدة مش بالشكل البسيط اللي ممكن الناس تتخيل إنه الحفاظ على المباني وشكلها فقط. من هنا نتنقل لفكرة إن في بعض التصورات اللي موجودة عندنا محتاجة تغيير عشان نقدر إن إحنا نتعامل مع التراث ده بشكل جيد. من خلال شغلي في مبادرة أنقذوا الإسكندرية اتأكد لي أو وضح لي إن المشكلة الأساسية مشكلة إدارة، منظومة الإدارة المتعلقة بالقوانين والتشريعات والسياسات العمرانية اللي بتدير الملكية العامة بتاعتنا دي اللي هي التراث العمراني. لكن ده مش معناه إن في تصورات عندنا إحنا محتاجة إن إحنا نعيد النظر فيها. في مسلمات كده، في ناس بتقول مثلاً المبنى ده شكله مش تراثي، وده إحنا لسه مناقشينه إن الموضوع ممكن ما يكونش في الشكل، الموضوع في القيمة. في ناس بتتكلم لما بنيجي نتكلم عن
إنقاذ مبنى مسجل في قائمة التراث بس مملوك لفرد أو لهيئة، من حكم في ماله فما ظلم. الراجل صاحب الأرض أو البيت دي ملكه، فهو يتصرف فيها زي ما هو عايز، أو إن التراث غير مجدي اقتصاديا. طب خلينا كده نراجع مسلمة أو اتنين من المسلمات دي. أول واحدة فكرة من حكم في ماله فما ظلم. يمكن الموضوع ليه علاقة بتصورنا عن المدينة، هل هي فراغ عام بيتخلله مجموعة من الملكيات الخاصة، ولا هو مجموعة أراضي خاصة مملوكة للناس واللي ما بينها فيه شوية فراغات. يمكن لو اتأكد عندنا الشعور إن الأقدر بالاهتمام هو الفراغ العام مش الفراغ الخاص، ساعتها نغير رؤيتنا للموضوع ده، لأن ملكية العقارات مختلفة عن ملكية الأشياء. وعشان كده حتى القانون المصري فيه عقار ومنقول، ممكن تمتلك عقار وممكن تمتلك منقول، وعلشان كده في حاجة اسمها real estate property. هي مش أي property، هي مش ملكية زيها زي الموبايل أو زي الكنبة، لا، المبنى ده متداخل ومشتبك مع الفراغ العام. بمعنى إيه؟ لو افترضنا فرض جدلي كده إن في اتنين عندهم قطع أراضي متجاورة وفي سور هيتبنى ما بينهم، هل من حق واحد بس إن هو يحدد السور ده هيبقى شكله وارتفاعه والماتيريال بتاعته وتكلفته إيه؟ ولا يكون ده بالاتفاق ما بين الاتنين؟ نفس الفكرة، المباني وبالذات الواجهات بتاعتها هي الحد الفاصل ما بين الفراغ العام اللي ملك للمجتمع واللي كلنا بنستخدمه ومن حقنا نستخدمه وبنتأثر جدا بكل تفاصيله، وبين الفراغ الخاص. وبالتالي لو فكرنا حتى بالمنطق، مين أكتر حد بيشوف وجهة المبنى؟ اللي بيمشي في الشارع ولا اللي بيستخدم المبنى من جوه؟ وبالتالي من هنا نقدر نفهم إن الموضوع موضوع موازنة بين الحق في الملكية العامة والحق في الملكية الخاصة. والوزنة دي ممكن تختلف من مجتمع لآخر، من مدينة لتانية، ولكن في كل الأحوال الأولوية بتيجي للفراغ العام والملكية العامة. مثال تاني هو فكرة إن الحفاظ على التراث مكلف غير مجدي، لأن في مقابل إن المجتمع قرر إن مالك مبنى هيبقى عنده قيود أكتر شوية من واحد تاني واخد مبنى مش تراثي علشان ما يقدرش يتصرف فيه بالحرية الكاملة دي، لازم يعوضه، لازم يبقى فيه compensation في مقابل إن أنا هأيد حريتك في التصرف في شكل واجهتك أو إن أنت تهد المبنى أو تبنيه تاني، أنا هديك تعويض. التعويض ده ممكن يكون تعويض نقدي أو مادي، نقدي أو عيني، ممكن يكون في صورة إعفاء ضريبي، إعفاء من مصروفات إدارية، ممكن يكون في صورة إن إحنا نفسنا اللي هندفع علشان ناخد خدمات استشارية نقدر نرمم بيها المبنى ده ونصرف عليه. من المنطلق ده في ناس بتتكلم على إن الحفاظ على التراث العمراني ممكن يكون مكلف وغير مجدي اقتصاديا. أنا مش متخصص في الاقتصاد، ولكن البنك الدولي اللي هو يعني واحد من أهم المؤسسات الرأسمالية العالمية من أكتر من عقدين وهو بيروج لفكرة إن هيريتج سيلز يعني الاستثمار في التراث ممكن يكون مربح. في مشاريع بيتم تمويلها بهدف الحفاظ على منطقة تاريخية وتحسين جودة حياة السكان اللي فيها، بقى بيتم التعامل مع المقاومات التراثية على إنها cultural capital، وبقى في كلام عن الهيريتج بينفيتس. كل ده من منظور اقتصادي بحت. فبالتالي احنا بنشوف ان في فرصه استثماريه في الحفاظ على التراث العمراني، وفي حتى شركات البيزنس موديل بتاعها في القاهره وفي اسكندريه ليها علاقه مباشره بالموضوع ده. في ناس بتشتري مناطق في قلب المدينه علشان تقدر ان هي تعمل لها تجديد وبالتالي ترفع من قيمتها ويبقى مصدر للربح بتاعها، ولكن التراث العمراني ملكيه عامه، ما ينفعش ابص عليه من منظور ربحي، انا لازم ابص عليه من منظور تنموي. وبالتالي لو قدرت اجيب الريفينيو اللي فقط يخليني احافظ على المبنى يبقى كويس، حسب برضو قيمه المبنى وحسب حاجات كتير. في مسلمات كتيره وتصورات كتيره احنا محتاجين نراجعها علشان نقدر ان احنا نتعامل مع التراث بشكل افضل، لكن في النهايه انا بحب اكد على ان حضور وفعل وتاثير التراث في حياتنا هو اللي ممكن يعلي قيمته عندنا ويخلينا نقدر نتعامل معاه بشكل افضل ونحافظ عليه. وواحد من اهم التعريفات اللي بتتكلم عن معنى التراث بشكل عام
هو ان هو كل ما هو حاضر فينا او معنا من الماضي، ماضينا نحن ام ماضي غيرنا، القريب منه ام البعيد. خاصية الحضور والفعل والتأثير دي ممكن ان احنا نساهم فيها بان احنا نبتدي نوطد علاقتنا بتراثنا المعماري اكتر عن طريق قراءات اكتر، عن طريق ان احنا ممكن نوثق حكاياتنا الشخصية مع المباني بتاعتنا، عن طريق ان احنا نبتدي نناقش شوية حاجات مرتبطة بتاريخ المباني دي وقيمتها، علشان حتى نطور معرفة مختلفة، ما نقبلش المعرفة الجاهزة اللي جاية لنا من كتب التاريخ أو من أي مكان آخر، لا إحنا ممكن إن إحنا ننتج معرفة جديدة ومتجددة ليها علاقة بالتراث. حضور التراث ممكن يكون في صورة إن إحنا نعيد استخدام المباني، ما نبقاش دايماً حاصرين الموضوع في إن إحنا يا إما نسيب المبنى مهجور مجمد أو إن إحنا نهده تماماً. في حلول وسط كتيرة ممكن إن إحنا نلجأ لها. في الآخر أنا أحب إن ليلى لما تكبر إن شاء الله وتقرأ الحدوتة دي تكملها، ومهتمة جداً إن هي تعرف إن وجود حكمة كان مهم جداً في حل الخلاف اللي كان يبدو بين الإخوات ده، وإن هي لازم تعرف برضو إن المشكلة لسه هتفضل موجودة طول ما المجلس الحزبي لسه بيتعامل معهم على إن هم أسر. شكراً.